راح بيكم مرة تانية وكابتن عمرو الحديدي معانا. وكنا بنتكلم قبل الفاصل نرجع ليها النقطة دي مرة تانية، فكرة هنا التنافس وازاي بيحل برضو يعني البطولة في الأول وفي الآخر. بيبقى فيه تنافس أوقات وبيبقى فيه ضغوطات أوقات وبيبقى فيه أخطاء تحكيمية وعلامات استفهام أوقات. حضرتك تقيم الموسم ده ازاي؟ وضحكت ليه بقى؟ سؤال صعب. لا ما قبل الأهلي بيحسم من أيامنا، من ايام التسعينات بنحسم، وكنا بنبقى الفرق ما بيننا وما بينهم هم اكتر بتسعة بونت، وبنفنش احنا ب 11 بونت في نهايه الموسم. السنه دي كان في يعني زي ما بيقولوا ايه، فلفل وشطه الدوري ان احنا نوصل لغايه المباراه الاخيره والقبل الاخيره. وصل للناس في الجماهير ان النادي الاهلي لو كسب السته بونت واستبعاد نادي الزمالك من تأييد ثلاث سنين وخصم ست نقاط، هيقولوا ان هدف صلاح محسن الهدف العالمي والتاريخي، ان المكسب خلانا احنا اللي وصلنا لحته معينه. احنا بنقول النادي الاهلي يعني افريقيا وبيلعب في الدوري كل 3 ايام وكاس العالم للانديه وبيحقق برونزيه، هنروح فين تاني؟ ما بالظبط ده بني ادمين. نسبه الراحه 3 ايام، ده البلاي ستيشن كانت تعبت والله لو لا حد ده النور بيقطع والجهاز بيبوظ. يعني كان الجهاز اتغير. هقول لك على حاجه، يمكن مستر موسيماني ريح دماغه من كتر التوقعات، واما ريح جزء كبير في المباراه الاخيره عشان يعمل ايه؟ في ناس خلاص ده عضل مش مكان بزيته او بركب له مسمار عشان يشتغل تاني. لا، عندنا مقدره معينه. احنا ابتدينا نعرف النادي الاهلي يعني ايه 120 دقيقه يستمر في اللعب، يعني ايه كل 3 ايام مباراه. لعيبه النادي الاهلي بتشتغل والناس كلها بتقرا الفتحه على جنب، ولعيبه النادي الاهلي بتعمل فوت ورك وبتشتغل على الخط مع المدرب الاحمال. لعيبه النادي الاهلي بتيجي تاني يوم استشفى وتلعب دواير وتلعب العاب صغيره وتمشي، واليوم راحه واليوم الثاني معسكر والسفر عشان المباراه. صعب صعب. واهم من ده بقى التركيز. انت عايز تخرج من مباراه كسبت فيها، يعني انا خرجت من نشوه كاس العالم للانديه برونزيه، انا تعلمت ايه؟ ده انا بقى عليا عاتق اكتر من الحمل اللي انا شايله. انا جاي العب عشان دوري، رايح لافريقيا، رايح للسوبر الافريقي، هرجع على الدوري العام، في كاس مصر بنفكر نلغيه. ايه طب وبعدين هنروح نلعب كل ايه؟ ده سؤال مشروع والله. هتلغيه إيه ولا تلغي السوبر؟ ولا مستكتر النادي الاهلي يحقق الخمسه والسته والسبعه؟ ما هو حقق العشره. صح. انت دلوقتي هتحقق بطولات تاني، يبقى الراجل ده يتعمل له ريكورد معين انه حقق في مده زمنيه لوجوده في النادي الاهلي قبل سنه 7-8 بطولات. ايوه طيب.